هذه ألغام لتفجير الدبابات، ولكن الصيادين يستخدمونها لصيد الأسماك، فتصير عبوات ناسفة يسمونها جلاطين. مرحبا، أنا أديب ناشط مدني من سكان طرابلس ليبيا، مهتم بعدة قضايا من أهمها قضايا البيئة والبحر والمياه بصفة عامة. في السنوات الأخيرة زاد قلقي بشكل كبير حيال التنوع البيولوجي في سواحلنا، لأنه متعرض لخطر كبير نتيجة تعدد سلوكيات لها تأثير سلبي كبير وضخم جدا على التنوع البيولوجي. من أهم هذه السلوكيات الخطيرة جدا واللي لها أثار سلبية جدا هو الصيد بالديناميت أو الصيد بالمتفجرات أو ما يسمى في ليبيا الصيد بالجيلاطينة. طبعا الصيد بالجيلاطينة ليها العديد من الأثار السلبية والعديد من المخاطر اللي من الصعب معالجتها. من أهم هذه الأثار السلبية هو عند استخدام المتفجرات للصيد نقضوا على البيئة اللي تعيش فيها الأسماك ونسمموا في المياه اللي تعيش فيها الأسماك ونعملوا عليه إزالة ما تبقى من المغذيات اللي تتغذى عليها الأسماك في سواحلنا. والدولة الليبية قاعدة تشتغل على توسيع شبكة الأماكن أو المناطق المحمية من مثل هذه التصرفات، ولكن يعتبر هذا ما هوش حل جذري لإصلاح هذه المشكلة، وإنما الحل يكون عندما الناس اللي يستخدموا في مثل هذه الممارسات لصيد الأسماك يوقفوا هذه الممارسات، لأنها تشكل خطر كبير وتهدد أمن الغذائي وأمن الاقتصادي.